الحوت غالي بزاف، ما موالفينش بهذا الثمن هذا، تريبلي ماشي مدوبل. ايوا لا اله الا محمد رسول الله. 20 درهم ديالك. لا لا هادشي غالي بزاف بزاف. الله يصوب شي تصويبه مع عند الله وصافي. لا هادشي هذا ما عمرنا شفناه كاع في التاريخ ديال الحياه ديالنا كاع. واخا كنا عندنا حتى 10 د البحوره هادشي مجهد بزاف. غالي والثمن ما يقدر حد يشري الحوت. اللي مولف كيشري جوج كيلو كيدي 4 كيلو وصافي، البلياد الحوت وصافي. لا لا دابا الغلاف كل شيء، الغلاف في الحوت، في اللحم، في الجداد، لا في الاثمنه، في الاقامه، في كل شيء، فيما مشيتي. هو هذا الشيء اللي كاين، دابا الدرويش هو اللي مرزي معانا. فهمتي؟ هذا الشيء اللي كاين. الحوت بزاف بزاف، دابا حنا بقينا كندورو غنديو شي حاجه الحوت هيدا وصافي باش ما نخليوش شي. والحوت ما كاين عند 12000 في الفوق، هذه الدرويش هذا خلاها لنا ب 50 درهم. كلشي غالي كلشي غالي، الله يحسن العون. كاين الخضره دابا البصله راه عامله 15 درهم، الله يحسن العون، الله يرزق الصبر وصافي. هادشي اللي كاين ضروري. الا ما كانش حدا الطبله ديالنا ما فيهاش الحوت راه ما كاين والو، مقلي وطويجين هو هادشي اللي كاين. بجوج بحوره وحنا علينا الغلا، جوج بحوره علينا الغلا. طنجه حنايا كانت ساره، وشوف اسواق طنجه تقريبا كامله، يعني حنا السردين والشطون بركه علينا. هادشي هذا هو غالي علينا، 40 50 60 70 150 درهم قصح القضيه علينا حنايا، ولكن ماشي مشكل حقيقه البحوره. ولكن عاود حنا ولفنا كناكلوا السردين والشطون، هادشي هذا هو كنتصوروا معاه. رمضان كتحرم علينا الحوت، الحوت حرام علينا، ما كليناهاش حتى في الفطر، ناكلوها في رمضان. رمضان هادشي بحوره والحوت دابا غالي بالحق، مصابي رخاص عاش الملك. دين السردة والتونينة والراية واش كيقولوا لها الأثمنة رمضان. أنا من ناحية السمك راه غالي بزاف على الدرويش، الله يكون في العون. وزيادة هاد السوق اللي كنشوفوا هنايا في طنجة، بأن هاد الأثمنة اللحم اللي دايرين كيديروها مخبعة ما يشوفها شي مواطن. هادشي هذا خصو يعني مراجعة وخصو المراقبة جدية باش نشوفوا هاد الناس مساكن، وراه كلشي كيغوت، حتى مول الحوت راه هو كيغوت من ناحية هاد الأثمنة هذا. 46 درهم وبراسي 180 درهم، الكرامة 200 درهم، الكروفيت دايرها 120 درهم. هذا المنكر هذا، راه الشيء هذا ولا غير السردين، حتى السردين راه غالي، ما كاين شيء زعما كان الشيء هذا. الدرويش مسكين راه الله يكون في عونه، الله يفرج عليه ونشوف ربي سبحانه وتعالى يفرج علينا وعليه، ونشوف والله هذه الحكومة تشوف كيفاش هذه الحكومة تشوف نظن هذا الشعب اللي فقير واللي ما عندوش، واليوم حتى اللي عنده حتى هو محرف. هذا حنا اليوم جينا للسوق ضروري كنعدلوا الشهيوات ديال الحوت، امبورطانت الحوت. انت كتعرف المنازل المغربيه كامله كدور فيها الحوت، من غير الحوت ما كايناش رمضان. فوان واخا الاثمنه تكون باهظه ضروري من الحوت، هادشي اللي عطى الله. الاثمنه غاليه تيني بالنسبه بوري زعما، حتى السردين ما كاين حقها شي. ها المهم عندك السردين هذيك هي الاكله اللي كيقولوا دو بوبري، خصها تكون واحد الثمن مناسب. ولا شطون 40 درهم، البارح شريتها 30 درهم، اليوم 40 درهم، 10 دراهم ديريكت طلعت. فهمتي حنايا حنا ولاد البحر كنتو تستردوها غي
ودابا حتى ديك السياره اللي كنا كنصادوها من علينا ما كناش كنمشيو نصادوها اخي ممنوع الصاد. اليوم الاثمنه مزيانه، عندنا الكروبينه كتعمل 80 درهم، عندنا الباخر كيعمل 100 درهم، عندنا اللينغوادوس كيعملوا 80 درهم، انا جوده، عندنا الصون كبير كيعمل 100 درهم، عندنا التربو كيعمل 120 درهم، عندنا السامبيان كتعمل 80 درهم، عندنا باغار رويال كيعمل 100 درهم، عندنا الدورادا 90 درهم، السامبيان 70 درهم، عندنا كروفيت 70 درهم، جامبا 70 درهم، كاينه ميرنا صغيره 60 درهم، ميرنا كبيره 60 درهم، كرامر 130 درهم، حرين انا ارشلك حر 130 درهم. السمك حيتقل اخي يعني الطلب على كيجوز ديال الطلب ديالو والتحواس قليله، هذا هو السبب. الحوت غالي فهمتيني بزاف حتى اللي كاين يعني كيدير الحوت يعني كيسخن كيخرج شويه، هذا الشيء اللي كاين اخي. يعني الحوت غالي بس هذا يعني الحوت كان على جوج الطلب، والمغرب كان ماشي غير هنا، المغرب كان الحوت غالي ماشي غير في طنجة، المغرب كان الحوت غالي، ودو الحوت كان في الصحراء غالي، الحوت بوزر غالي فهمتيني، هذا هو السبب يا اخي. والحوت على حسب الجودة، كل حاجة يعني الحوت كيكون كل حاجة والثمن ديالها، كاين حاجة كتسوى 100 درهم، كاين حاجة كتسوى 120 درهم، كاين البارجو كاع 170 درهم 180 درهم، كاين البارجو كاع غير 120 درهم 100 درهم، على حسب الجودة. والسرعة كذلك كاين السرعة 140 درهم، كاين 160 درهم، كاين 150 درهم، كاين 100 درهم، على حسب الجودة. كيكون ديال السوية ديال الاستقبال، كيكون ديال السوية الخروج، تنين الناس كتشهى الحاجة كتشهى، وهذا هو السبب كيكون ديال السوية ديال الاستقبال، والحوت ما كاينش، الحوت قليل، هادشي اللي كاين.